أن نيكولا نهض عن طاولة المساومة منتصراً. لو أننا أعطيناها الأحصنة فعثمان سيسحقنا نحن أولاً. لنرى ماذا ستكون نهاية هذه اللعبة. نهايتها واضحة، عثمان والسيد أمور سيصبحان عدوين. سهل الله عملك. سلمت يا سيدي، أهلا بك. أهلا بك يا سيدي عثمان. سلمت. أهلا بك في سوقنا يا سيدي. سهل الله عملك. أهلا بك يا سيدي. أهلا بك يا سيدي. حنلت أهلا. تفضل تفضل من هنا يا سيد عثمان. أهلا بك. أهلا بكم. أهلا بكم. أهلا بك يا سيدي. عملا موفقا لكم. أهلا بك في سوقنا يا سيدي. السيد عثمان في السوق. حللت أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سهل الله عملك. سلمت يا سيدي. السيد عثمان في السوق. تعالوا بسرعة، تعالوا. أهلا بك يا سيدي. إنه لذيذ جدا. إنها من أفضل الأنواع. هذا جيد. سهل الله عملك. سلمت يا سيدي. عمي قول يا عم. هناك خبر من السيدة مانهون. وما هو؟ فهمنا سبب ترك نيكولا للسيدة مانهون. نيكولا والسيد أمور أبرما اتفاقية تجارية. السيد أمور سيبيع أحصنة لنيكولا، وابنته مالهون تبحث عن تاجر يبيعها 100 حصان. ماذا تقول يا عمي؟ الأحصنة كالسلاح، هل سنعطيها للأعداء؟ أنا فعلت ما يلزم كي لا يتمكنوا من تأمينها من أحد. لا تقلق. سلمت يا عمي. سلمت. سيدة مالهون. تفضل يا سيد عثمان. هل أنا أعطيتكم أرضا كي تصبحوا أعداء لنا؟ ما الذي تقوله؟ ما هو مقصدك؟ أليس نيكولا عدوي الرئيسي؟ ألست في حرب مصيرية مع الكفار؟ صداقتكم معه الآن ألا تعني أنكم أصبحتم أعدائي؟ تكلم بوضوح يا سيد عثمان. بينما تجارتكم ما تزال تتبع لسلطتي، كيف تبيعون الأحصنة لعدوي؟ وكيف عرفت؟ أجيبي على سؤالي. إن قبيلتنا بحاجة لهذه التجارة، ما الخطأ في هذا؟ سوف تبيعون الأحصنة لعدوي من أجل أن يقتل محاربي بسهولة وبساطة وليهاجم عرض وشرف المسلمين؟ احذروا، فدماء بايهوجا لم تجف بعد. الآن اذهبي وقولي لأبيك إنني لست راضيا عن هذا. اذهبي وقولي له أن يخاف من غضب السيد عثمان. باي سونغور. سيدي أنا لست واثقا منهم.